برعاية البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، افتتح في قاعة كنيسة الصليب المقدس معرضا للأيقونات الكلمة صار جسدا، حيث ضم المعرض العديد من الأيقونات الدينية بحضور أهلي كبير، حيث ارتفعت صلوات وأدعية المؤمنين من أجل سلام سوريا. فكان المعرض رسالة على التمسك بالأرض السورية والهوية السورية في ظل الهجمات الظالمة التي تمر بها سوريا. الأحبة بكنيسة الصليب، كل الهيئات العاملة رادوا يقوموا بهالنشاط، يعملوا هالمعرض معرض الأيقونة. هذا مهم كتير، أول شيء مهم كتير لأنه نشكر الله شعبنا تحدى كل الصعوبات والظلمات ووقف أمامها، وهي نحن نشكر الرب عايشين بسوريا بكل فرح بكل سلام، وعادت الأمور إلى طبيعتها بكل المناطق، نشكر الرب على ذلك. فبندعي لهم للجميع بالقوة والصحة لأنهم هن أبناء النور منهم أبناء الظلمة، وهذا معنى الأيقونة الأساسي. عيد أحد السجود للصليب المقدس، فهو هذا يعتبر عيد أساسي في حياتنا المسيحية، لذلك مجرد مشاركة الإعلام السوري فيه ومن خلال تسليط الضوء على الفعالية المرافقة اللي هي هذا المعرض، معرض الأيقونات. صار لنا زمان كتير بسوريا ما انعملت معارض أيقونات، هلأ هذا بعد فترة عقدين تقريبا من الزمن صار المعرض. ندعي بمناسبة الافتتاح المعرض أن يكون السلام لكل أراضي سوريا ولشعب السوري، والسلام للجولان، والجولان أرض سوري بتضل سوري، ما بحدا بيقدر يستولي عليها، وأكيد ما حدا رح يقدر ياخدها لأنه أهل سوريا وأهل الجولان هن متجذرين بأرضهم. رسالة سلام من قلوب السوريين كان عنوانها معرضا ضم العديد من الأيقونات التاريخية، وكانت الإشارة أن سوريا بجميع أطيافها المتجذرين بأرضهم وتاريخهم وهويتهم باقون في هذه الأرض ومتمسكون بكل شبر فيها، سائلين الله أن تزول كل الغيوم السوداء عن سماء هذه الأرض الطاهرة.